أحمد الحفنوي يربح، جرائد العالم كل تحكي عليه، أما كالعادة فضيحة تونسية. هذا في الواشنطن بوست، أنا بعثوا لي برشا ما صدقتهمش. في الواشنطن بوست الأمريكانية أدخلوا للسيت، تونيزيان سويمر أحمد حفنوي جولد ميدال سوربرايزد هيم تو، معناتها حتى هو تفاجأ وقالوا إنه ريكور. ولكن شوفوا الخبر اللي في الوسط، حفناوي did not wear a customary track uniform. الحفناوي ما لبسش اللبسة اللي لازم يلبسها باش ياخذ الميدالية كي يطلع على البوديوم، لأنه حتى حد ما تحضر أنه الحفناوي يربح، واخذ الميدالية في شورت ومريول عادي. فضيحة، بطل تونسي هز ميدالية وحده مع المدرب، ولا سباحة لا وذني، حتى حد ما توقع هز ميدالية. افترض أن أتخذه منذ أشهر ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. فرحانين